بان كاين واحد لي مشكل اللي خص الدوله تلقى له حل، الا وهو المشكل ديال الامن والامان اللي اصبح هاجس كلي ليس لجل الساكنه، بل على سبيل المثال لا على سبيل الحصر ان كل الاحياء بالمملكه المغربيه اصبح هاجسها هو الهاجس ديال الامن والامان. هنا خصنا نقيسوا واحد النقطه اللي هي نقطه مهمه، ربما كفاعلين جمعويين كشباب غيورين على هذه البلاد وراء المنصور بالله محمد السادس. دائما كنا ولازلنا نقول بان نبض الشارع ولا نبض جل الاشياء الحيه اللي هي الشباب. علاش الشباب ما مسوق لحد؟ لان الشباب تضيع انطلاقا من البنيه التحتيه اللي هي العمود الفقري اللي هي الاسره، فقدات الحياه ديالها ربما لظروف اقتصاديه، البحث عن العيش الكريم. الاب تيخرج من الصباح، الام كذلك ولات تخرج، وها ولا طفل في المتاهه، الاكيد اللي تعطي الاثر ديالو في التنشئه ديالو. ولكن دائما نقول بان فقدنا كذلك المدرسه العموميه في المساله ديال التربيه، من وليتي تتلقى الاستاذ والاساتذه والمعلمين مهددين داخل الحرم ديال المؤسسه ولا الحرم الجامعي. ولكن دائما نقول بان الجهات المعنيه انطلاقا من الحكومه على راسها خصهم يلقاو حلول لهاد الشباب، لان البطاله على ما تنظن المغرب راه تبارك الله في المراتب المتاخره، الفقر اصبحنا في المراتب المتدنيه. من يتكلم عن الشباب تتلقى جهات مسؤوله بعيده كل بعد عن الشباب. انطلاقا انا غنمكن لي نلمسها في الحي ديالنا اللي هو حي سيدي موسى، تتلقى مجموعه ديال المشاريع لها باع كبير، ما بان تتلقى المحسوبيه والزبونيه الان اللي متواجدين في منطقه اللي ربما الكثير تيقول عنها سوداء وكذا، ولكن هي في الاصل المغرب كله اصبح له نقاط سوداء. ولكن هنا تنوجه واحد النداء اللي هو نداء انفتاح ديال المجتمع المدني للمؤسسه التعليميه وكذلك الاسره على هذا المشكل، لان ضروري خصنا نلقاو حل. لان منين ولا الساكنه مهدده في السكن ديالهم في العيش الكريم ديالهم، يعني اللهم هذا منكر، اللهم هذا منكر.